مشاهدينا بننتقل تقريرنا الأول. افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة صباح اليوم مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، واللي يعد نقلة تاريخية في مراحل التطور العلمي إضافة إلى مراكز البحوث العلمية وبحوث الفضاء والفلك عالميا. خلينا نتعرف على مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك من خلال هذا التقرير لزميلتنا أمل محمد. منح فرصة انفتاح على عالم الفضاء واكتشاف أسراره هو ما تحرص عليه إمارة الشارقة، حيث افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة اليوم مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك كتتويج براق لفعاليات الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية. في الواقع مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك هو من المراكز الحديثة في المنطقة التي تعنى بالبحث العلمي والتدريبي والتراثي والتاريخي والسياحي في مجالات الفضاء والفلك، وبذلك سيخلق جيل من الشباب في هذه التخصصات العلمية المهمة. يهدف المركز إلى تطوير وتعميم العلوم والثقافة الفلكية والفضائية في الوطن العربي عامة وفي دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة. وتجول سموه خلال الافتتاح في معرض الفضاء والفلك الذي يتضمن معارض فلكية وفضائية وفيزيائية تعليمية عدة لمختلف الفئات العمرية. يشمل معرض فلكي متقدم لمشاهدة الكون لأربع حقب زمنية تمثل استكشاف الكون بالعين المجردة واستكشاف الكون بأول تلسكوب وهو تلسكوب غاليليو غاليلي، إضافة إلى استكشاف الكون باستخدام أجهزة الطيف التي صنعت لأول مرة في التاريخ. الآن الحقيقة أن الإمارات تتجه اتجاها مختلفا عن ما كان في أي وقت مضى. الاتجاه الذي تسير فيه الآن الإمارات هو اتجاه فضائي، اتجاه وكالة فضاء عملاق إن شاء الله ستكون بهذا القوة لتطلق مركبات فضائية إلى المريخ وغيرها. بدأ المشروع في فترة قصيرة جدا، في هذا المشروع الحمد لله خلصنا به بسنة كاملة ووصل إلى ما تشوفوه الآن الحمد لله بعون الله، وصل إلى والافتتاح كان مبهر. ويتميز المركز باحتوائه على القبة الفلكية التي تعرض الصور والأفلام الفضائية والفلكية، وتحتوي على شاشة عرض نصف كروية مصنعة من صفائح الألمنيوم ومركبة بزاوية ميل تستخدم لعرض صور وأفلام بالغة الدقة عن طريق نظام عرض رقمي متقدم. يسخر مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك التكنولوجيا المتقدمة للرقي في مجال البحث إلى جانب الدعم العلمي في مجال علوم الفلك، ويشكل بذلك ريادة في وسائل البحث والتطوير العلمي.